اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الاخ الشعبي محمد من ايطاليا، لاعب سابق لفريق الاتحاد البيضاوي بالمغرب وناخب لرياضه الفوت جولف ومسؤول على الجاليه هنا بايطاليا في الرياضه. بدوري انا شفت النداء اللي وجهه الشيخ عمر القزابري، السي عمر صديق ديالي، للتبرع بالعمره للصندوق اللي داروا سيدنا الله ينصره لمواجهه اثر كورونا، وحنا دائما وراء سيدنا ودائما وراء عاش الملك. فانا بدوري موجود لنداء الشيخ عمر، ونتمنى من كل الاخوان المغاربه ان يساهموا لان الوطن ديالنا وتيستاهل منا كل الخير، لان حنا كنحبوا الوطن لا في المغرب ولا خارج المغرب، حنا كنحبوا الوطن وكنحبوا سيدنا وديما الله الوطن الملك. حنا كنا خصنا نضحيو من اجل بلادنا اللي هي المغرب، وبالاخص الجاليه المقيمه بايطاليا اللي ان شاء الله غادي تسمع هذا النداء وغادي تلبي لكم انتم الطلبات اللي هي الطلبات ديال الشيخ وديال سيدنا ديال هذا التبرع اللي دار الصندوق اللي داروا سيدنا. وديما الله الوطن الملك، وحنا دائما وراء سيدنا وتاج فوق راسنا، وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك، وديما الرايه المغربيه مهزوزه في الغربه وهازينها ومشرفين بلادنا المغرب. وشكرا.